نروح للفريق الاول لكره الطايره سيدات بنادي الزمالك بقياده كابتن احمد فتحي اللي خاض تدريباته النهارده مكتمل الصفوف على صاله النادي بمشاركه جميع اللاعبات، وده استعدادا للموسم الجديد اللي مقرر انطلاقه ايضا في شهر نوفمبر. الفريق كان اخذ راحه سلبيه امبارح ورجع للتدريبات النهارده، واللي شهدت ايضا تدريبات بدنيه وخططيه. الجهاز الفني بيدرس خوض عدد من الوديات الفترة اللي جاية بعد ما اطمن طبعا على مستوى اللاعبات في المعسكر الأخير في اسكندرية، واللي لعب فيها مباراة ودية ظهر فيها كل اللاعبات بشكل جيد جدا.